بحب شغله وبيضل عم خدم قبراته وبيلتزم بكل شيء. كلهم بياخد له حقه وولي الدولة. عنده 4 أولاد، صبي صغير وثلاث بنات. هو إنسان يعني بيركض ورا رزقته أكيد. هلأ بهالأيام البلدية ما بقى تكفي، صار عم يشتغل شغل تاني وبروح بيسهر ليوقفوا المخالفين. وهو إنسان كتير طيب، لو ما أنه طيب وآدمي كان ما اشتغل هالشغل كله ليطلع لقمته. ما عايشين بهالبلد إلا الزعران الحمد لله. هني كانوا نازلين على الجميزة على ما أظن شخصين كرمال يوقفوا المخالفين تبعوا المطويات يعني، وشخصين ما معهم سلاح، ما عندهم خبرة بشي. لقطوا واحد مخالف، حطوه بالجيب تبع وما معهم شي كلب جوفي، بس طلعوه لفوق، قوصوا من فوق بظهره غدر وفاتت بقلبه على ما أظن، مات دغري بعد. صرنا أكثر من مرة لبل عدة مرات صرنا دائين نقوس الخطر أنه في مشكل بهذا الموضوع، في مشكل بموضوع السوريين يلي غير مقيمين ويلي ما عندهم وراء شرعية. وهذا اللي صار مبارح هو مش مقبول بأي معيار كان، ويعني هذا الموضوع نحن مش حنقبل فيه. وأنا اللي بدي أقول أنه يلي فاكر أنه بيقدر يفوت على مناطق آمنة على مناطق سكنية ويعمل يلي بده هو غلطان كتير. إذا هن زعلان نحن عنا قضايات. يعني أنا بدي حمل المسؤولية للدولة بشكل عام. يعني نحن بالنتيجة في ما بيقدر القانون يطبق على ناس وما يطبق على غير ناس. ونحن طبعا نطلب نحن مع الدولة مع الكوى الأمنية، نطلب تعزيزات، نطلب أن يأخذوا الإجراءات اللازمة. هذا العنصر يلي ما بعرف قديش بيكون معاشه، يلي قاعد ويلي ملتزم ويلي ماشي ويلي عم يعمل شغله ينقتل بهذه الطريقة، هذا شغل مش مقبول. ولا أنا بتمنى أن يكون أكثر من استنكار. هلا منشوف. ألقي القبض على المجرم، أما أمن العاصمة فتطرح حوله علامات استفهام كثيرة، لا سيما بعد الجريمة التي أودت بحياة شرطي يعمل طيلة الشهر ليحصل على حفنة أوراق نقدية لا تمكنه من الصمود أياما قليلة وسط انهيار معيشي وأخلاقي وأمني تعاني منه بيروت وكل لبنان.